تحياتي، موعد جديد في المحقق مع سلسلة أشهر القضايا العربية، السلسلة اللي اليوم نمشي فيها الحقيقة لقضية مأساوية محزنة جدا ولكنها مجانية رغم صعوبة متاعها، رغم عدد الضحايا اللي فيها، إلا أنها الحقيقة قضية مجانية. ساعات يصعب على الواحد أنه يفهم كيفاش أمور تنجم توصل اللي وصلت له هذه القضية اللي تهزنا اليوم لسوريا. لكن قبل ما نجيو لتفاصيل قضيتنا بالنسبة لليلة، أدعو فيكم شكون مازال بعد لم يلتحق بنا في القناة أنه يتفقد روحه. هو مع 250 ألف اللي موجودين اليوم من مشتركي المحقق، وإلا لا، إذا كان لقيت روحك مازلت ما اشتركتش، التحق بنا في الشعب المحقق. وإذا كانك من المشتركين بالطبيعة ما تبخلش علينا بتقييم لهذه الحلقة وبتعليق خاصة على أحداثها المثيرة. المحقق اللي تلقاوها زادة على تطبيقة المحقق بلوس، نجموا تحملوها على كل الوسائط مهما كان التليفون متاعكم، تكتب المحقق بلوس باي تي 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 يعني اتصالات تونس. بما أنه مع اتصالات تونس نجم تشترك في التطبيقة وتتفرج في كل الحلقات كاملة مش مقسومة ومن غير إشهار. إذا كانكم حاضرين قايد، ننطلقوا في تفاصيل قضيتنا لليلة. إذن كما قلت، قضية الليلة تأخذنا لسوريا الحبيبة، تحديدا مدينة بيت سحم الموجودة في مركز ريف دمشق. وش ترجع بينا لثلاثين جوان 2020، وبالضبط صبحية ثلاثين جوان. أختي، البعض من الجيران الموجودين في المنطقة باش يشموا ريحة حريقة. خرجوا الناس من ديارهم يطلوا شفمة منين جاية الريحة. واحد فيهم لاحظ أنه فما دخان خارج من دار جاره، ياسر ياسر الصعب. خرج يجري وبدأ يدق في البيبان على ديار جيرانه الأخرين باش يساعدوه. كلهم باش يتوجهوا يجريوا لدار ياسر. فيهم اللي يكلم الشرطة والحماية، وفيهم اللي يحاول يدخل للدار وما استناش الحماية حتى اللي نجي. كان باش يقعد يستنى الحماية، الدار ممكن تتحرق بالموجودين اللي فيها. بما أنه مازلنا صباح صباح بكري، والأكيد ياسر مرته وصغاره الكلهم والعدد منهم موجودين في وسط الدار. الجيران ما نجموش يحلوا الباب، فكانوا مضطرين لكسروا أصلا ودخلوا للدار. وهنا اتفاجئوا الناس اللي دخلوا من المشهد اللي شافوه، تفاجئوا وتفجعوا. اكتشفوا جيران أن العائلة كلها تقريبا مقتولة وبطريقة غريبة. صحيح الجثث باش تلقى عدد منها متفحم بسبب النار، لكن الغريب أنه اليدين متاع الضحايا كانت مربوطة. نبدأ، الزوجة متفحمة صحيح، لكن يديها مربوطة التالي في ظهرها. الصغار الثلاثة، الصغار الثلاثة في نفس الوضع، محروقين بدرجات مختلفة ويديهم كيف كيف مربوط. فقط ياسر الأب ما كانش معاهم في الغرف اللي هما فيها، باش يتلقاه في غرفة أخرى كان في الصالة، هو زاد يديه مربوطة، لكن النار لحسن الحظ ما وصلتلوش، ما وصلتش للبلاصة اللي هو فيها. أما مع ذلك يشوفوا فيه الجيران موجودة عليه آثار دم في أكثر من بلاصة، يبدو أنه مطعون مدغور في أكثر من مكان وهو ينزف. بالوقت الجيران يحاولوا يسعفوا هذا الأب كما ينجموا، وهنا وصلوا رجال الإطفاء والإسعاف وطاروا بياسر للمستشفى.
المحققين باش يفهموا أنه الموضوع جريمة مش حريق، حريق ناجم عن حادث يعني عادي في الدار، كل شيء كان محروق، ما كانوش عارفين منين باش يبداوا التحقيق، ولا كان فما حتى بداية دليل يوصلهم للجاني. لا بصمات، لا حمض نووي، الأمل الوحيد هو أنه ياسر يتعافى ويحكي شنو اللي صار بالضبط معاه ومع عائلته. أما قبل ما نمشي بكم أكثر في تفاصيل هذه القضية، هيت نعرفكم على هذه العائلة، عائلة ياسر الصعب. ياسر الصعب هذا هو رب عائلة تتكون من 5 أفراد مع زوجته، عندهم 3 أطفال، الكبير اسمه بشار وعمره 11 سنة، عندهم بعده بنتهم الثانية اللي هي هيفا عمرها 9 سنين، وعندهم وليد صغير هو عبد الرحمن عمره وقت تحديث القضية إذن اللي نرويها لكم 4 سنوات. المحققين بدأوا في استجواب الجيران على العيلة هذه، الكلهم أكدوا أنها عيلة ما عندهمش مشاكل، لاهين بصغارهم البولهم، والناس الكل يقولوا أنهم ما يعرفوش أنه الزوج أو الزوجة عندهم أعداء ولا صارت لهم نبزيات في الحي. في اللحظة هذه محقين ما زالوا مش فاهمين هل الجريمة اللي صارت في عيلة ياسر صعب كان الدافع منها السرقة أو الانتقام. شنو اللي صار بالضبط مع هذه العائلة وعليش الصغار تقتلوا؟ أسئلة كثيرة لكن الأجوبة قليلة جدا، وما ينجم يفيد فيها إلا شخص واحد كل الأمال متوجهت له، كان حي ياسر الصعب. ياسر اللي باش يكتشفوا المحققين انه قبل اسعافه وقبل ما يدخل لغرفه العمليات كلم بوه في التليفون، كلم بوه وقت الاعتداء عليه وقال له يا بابا راهو محمد عمر قتل لي مرتي وصغاري. البوه مش فاهم، مشي يجري لدار ولده ساعة لي تسمعوك من الأول ما عرفش اللي هو ولده، ما انت تلمون صوته كان مبدل نتيجة الحادث اللي تعرض له، ما كانش يعرف اللي هو ولده أصلا. يتوجه الأب للدار وقتها باش يعلموه بالحدث، أنه ولده في السبيطار وأنه مرت ولده اللي هي في مقام بنته وأحفاده اتقتلوا. بو ياسر بالوقت مشى علم المحققين بالكلام اللي باش يقولهولو واللي قالهولو ولده في التليفون، قال لهم راو ولدي كلمني رغم لي صوته وكلامه ما كانوش مفهومين، أما أكد لي أنه محمد عمر هو اللي قتلوا صغاره ومرته. والمحققين بالوقت يقولوا له هي شكونوا هذا محمد عمر، هل تعرفوا أنت؟ هي نعرفه، هذا واحد خدم في دار ولدي هالمدة هذه النهارين هذوما، عنده شوية إصلاحات متاع الضوء متاع نجارة متاع دهينة وغيره، وهو ذا محمد هو اللي جابه يخدم فيهم. الحالة اللي كان فيها هذا الجد بو ياسر حالة صعبة جدا، هو يكل يحكي بكل حرقة على أحفاده وعلى مرت ولده، يطلب أن الشرطة تلقى له حق ولده عيلته بأقصى وبأسرع وقت ممكن. اسمع معايا شنو اللي قال. ابني اتصل فيي حوالي الساعة 8، دق لي تليفون قال لي تعال يا أبي عمر طعني وقتل لي ولادي، أما نحن نطلب القصاص العادل والعاجل مشان ما واحد يسوي له نفسه الاعتداء على اي على عرب ولا على ولد ولا على بيت احد. هي كنتي اللي ماتت سعره بسعر بنتي واحفادي، ان شاء الله اني اتوب الجنه ان شاء الله على ابوه ان شاء الله. بعد هذه التصريحات متاع الاب سيتم اصدار مذكره تفتيش في حق محمد عمر. في الاثناء الشرطه عامله مجهوداتها في البحث على هالسيد هذايا،
حتى قام ياسر الصعب وحكى للشرطة تفاصيل اللي صار نهارتها. الحمد لله عليه ياسر نجا من الموت بأعجوبة، كانت عنده القدرة أنه يحكي للشرطة. وقال لهم نارة الجريمة قمت بكري من النوم على صوت ولدي الصغير عبد الرحمن يبكي، سكتته وبقيت نلعب أنا وياه شوي. من بعد قيمت مرتي باش تحضر لنا فطور الصباح وفرد وقت باش نقيموا أولادنا الأخرين بشار وهيفا ونفطروا جميع مع بعضنا. الدار ولات فيها حركة متاع صغار ماشيين جايين ويلعبوا وكذا، ومرتي في الكوجينة تحضر في الفطور وأنا مع ولدي عبد الرحمن بين يدي. نهار عادي كما كل الأيامات الكل تقريبا اللي نقوموا فيها بكري، نحضروا رواحنا قبل ما كل واحد يشوف أموره. مع السبعة متاع الصباح سمعت صوت الناقوز تاع الباب. الحقيقة استغربت أنه فما شكون جايني بكري على الصباح. مشيت شفت شكون ولقيتهم الولاد اللي نعرفهم. حليت الباب إذا نلقى صاحبي محمد مرزوق، 20 سنة هذا محمد مرزوق عمره، وكان يخدم في مطعم متاع دجاج، ومعه محمد عمر عمره 22 سنة وكان يخدم إلكتريسيان كهربائي. محمد عمر هذا عرفته عن طريق صاحبي محمد مرزوق، خاطر عندي بعض الإصلاحات في الدار باش نعملهم في هالأيامات، وقال له أنه هو ينجم يقوم بالواجب ويصلحهم، وهو قاعد ماشي جاي عليا باش يكملهم. رغم اللي استغرب ياسر أنهم جايين بكري، ما قال بون ما أنت ربما باش تفقدوا حاجة على بكري عندهم ما يشريوا بعد يعني من تجهيزات ومن الخيوط وغيره. على كل حال دخلهم للصالة وطلب من مرته تحضر لهم قهوة. قال لهم رتحوا رواحكم اشربوا قهوتكم في عقلكم، وبعد تتفقدوا شنو اللي ناقصكم وكذا، في العقل ما مانيش مزروبين. حضروا القهوة، عيطت له زوجته للكوجينة، هز ياسر القهوة ومشى بحذا الأولاد للصالة. مازال يحط في القهوة على الطاولة ويحس 3 طعنات بسكين في جنبه، 3 إصابات في جنبه ورقبته. مازال مصدوم مش مستوعب ايش فما ايش صار ايش بيكم. واذا بيه يشوف في محمد مرزوق جابد سلاحه كل مقرونة اللي عنده وضربه بيه على راسه. هنا ياسر حس ترهويجة، بدا يفقد الوعي بشوية بشوية بين اليقظة والفقدان الوعي. مش باش يشعر ياسر وقت اللي يربطوله يديه ويسكروله فمه، على علم انه في هذا الكل عملوه بسرعة باش ما يخرجش صياح وصوت وتسمعوا زوجته. ربطوله يديه ورجعوا الزوز قعدوا في الصالة وشعلوا سيجارو وشربوا القهوة. هما كيكا وجاوا يهزوا في القهوة، طاحت الحكة متاع السكر تكسرت من فوق الطاولة. سمعتهم مرت ياسر، لباس قالوا فيديك يا ياسر فيديك، على أساس ياسر هذا طيح الدبوزة وهوكا جيت باللطف. بعد باش يقول ياسر انه عاودت في بعض اللحظات فقط شفت واحد منهم يخنق في بشار ولدي قدامي، ومن بعد عاودت فقدت الوعي وما عرفتش شنو اللي صار بالضبط بعد ذلك. بعد اللي سمعوه المحققين من قبل ياسر صعب كثفوا البحث على المتهمين الاثنين، ما عادش فما متهم واحد وإنما زوز. هنا المحققين فهموا أنه ياسر في تليفونه لبوه كان يقصد محمد ومحمد عمر، زوز أشخاص مش شخص واحد. لكن علاش هالزويز عملوا هكا في عيلة ياسر الصعب؟
يا أخي شنو كان بيناتهم بش صارت هذه الجريمة البشعة؟ شنو صار بالضبط مع العائلة؟ أعليش حللهم الباب كي هو ما بيناتهم فما عدوات نجم تخليهم يقتلوه ويقتلوا عائلته؟ هذا اللي بشوفه تفاصيله في الجزء الثاني من حكايتنا لليلة.